إلى أخبارنا المتنوعة، أثار مشهد تمثيلي لتفجير سيارة مفخخة في ساحة عرنوس وسط العاصمة دمشق موجة كبيرة من الغضب الممزوج بالخوف في أوساط أهالي المدينة الذين لم يكونوا على علم بحقيقة التفجير. وأفادت صفات موالية للنظام ومنها صفحة يوميات قذيفة هاون في دمشق وتحت عنوان ألا يستحق الدمشقيون اعتذارا، بأنه في وقت حساس وبمكان حيوي وسط العاصمة دوى صوت انفجار بعد ساعات من قصف أمريكي طال مطار الشعيرات شرق حمص. واعتقد أبناء دمشق أن سبب الانفجار إما قصف أمريكي آخر أو سيارة مفخخة. وأضاف المصدر أنه على إثر التفجير هرع سكان المنطقة وما حولها لتفحص ما جرى، ليتبين لاحقا أن سبب الانفجار هو مشهد تمثيلي لأحد المسلسلات التلفزيونية. قالت صحيفة التايمز البريطانية أن الحكومة منحت الجنسية لابن وشقيق مدير مركز الدراسات والبحوث العلمية التابعة للنظام عمرو أرمنازي. وأضافت صحيفة التايمز أن عمرو أرمنازي مسؤول عن برنامج إنتاج أسلحة محرمة دوليا، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة عليه تشمل تجميد الأصول التابعة له، إضافة إلى حظر دخولهم إلى الأراضي الأوروبية والأمريكية. قال ناشطون إن أنباء سربت مؤخرا تفيد أن قوات النظام قد أعدمت العقيد محمد الحصوري منفذ مجزرة خان شيخون استجابة لأوامر روسية. وأوضح متناقلو الخبر أن أعدام منفذ الهجوم جاء تفاديا لاعتراف الحصوري بأنه قد تلقى أوامر رئاسية بشأن غارة بغاز السارين. ويشار إلى أن مؤيدين للنظام تنقلوا من جانبهم صورة تظهر تكريم العقيد الحصوري بعد يوم واحد فقط من تنفيذ مجزرة الكيماوي. أصدر بشار الأسد مرسوما حول تغريم الأجانب الموجودين في سوريا والمخلفين للمدة المحددة بألف ليرة عن كل يوم تأخير. وأوضح المرسوم أنه في حال عدم تسديد المخالف الغرامة خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه تضاعف الغرامة ويحال إلى الجهة القضائية المختصة. هذا ولم يتطرق بشار الأسد للمقاتلين الأجانب المنتشرين في سوريا كالإيرانيين والعراقيين والأفغان وغيرهم من المرتزقة التي استجلبها لدعم قواته في حربهم على الشعب السوري. حكمت المحكمة الإقليمية في مدينة بوخوم على امرأة ألمانية بالسجن لمدة 2 عامين لإهانتها ومهاجمتها عائلة سورية لاجئة. الألماني نشر الخبر وقال إن الأربعينية الألمانية ضربت بحقيبتها الأم والبنت وأشارت بتحية هتلر للعائلة، وتعتبر تحية هتلر تمجيدا للنازية ويتبناها بعض المتعصبين في ألمانيا رافعين يدهم اليمنى بشكل مستقيم إلى الأمام مع فتح راحة اليد. انتشر فيديو قصير لطفلة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات تطالب العرب بالتدخل للإطاحة ببشار الأسد وإنهاء مجازره بحق السوريين. نتابع. الله ينتقم منك يا بشار، الله ينتقم منك يا بشار، عم يقتل الأطفال، عم يهد البيوت. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ بشار الأسد هل يخلصنا منه؟ خلصنا منه؟ أنا بخلصه. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا عرب؟ بشار الأسد عم يهد البيوت، عم يموت الأطفال. دعوا معنا يا عرب، دعوا معنا يا عرب، الله يخلص من البشار. عدت أيام مضت على مجزرة خان شيخون بريف إدلب والتي راح ضحيتها العشرات خنقا بالغازات السامة التي استهدفت بها المدينة من قبل طائرات النظام. فكيف تبدو المدينة في هذه الأيام؟ المزيد في تقرير مراسلنا أنس التريسي. عدة أيام مضت على أفظع مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري بحق المدنيين في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. عدة أيام كانت الساعات الأولى فيها كافية لتشريد مئات العائلات خارج المدينة.
فإذا ما نظرت إلى المدينة بعين طائر تراها مهجورة موحشة خالية من مظاهر الحياة. حاليا بعد حوالي 5 أيام من الضربة الكيميائية على مدينة خان الشيخون، ما زالت حتى الآن حركة النزوح مستمرة من قبل أهالي مدينة خان الشيخون، كون الأهالي متخوفين من حدوث ضربات جديدة، وكون أيضا القصف ما زال مستمر على المدينة. لم تسلم المرافق الحيوية من قصف الطائرات التي ما فتئت عن استهداف المدينة بعدة غارات جوية على مدار الساعة، ليخرج مشفى الرحمة ومركز الدفاع المدني عن الخدمة. بعد ما تعرض مركز الدفاع المدني لعدة غارات خرج عن الخدمة هو ومشفى الرحمة، ووضع البلد العين مثل ما انك شايف، حالة نزوع وهلع وفزع، طيران معي فارق الأجواء. ونتمنى يعني يصير إصلاحات وإن شاء الله بيرجع وضع البلد مثل أحسن مثل قبل وأحسن. وهلا ان شاء الله الدفاع المدني راح يرجع كمان مثل قبل، في اصلاحات وفي امور، ومشفى الرحبي باذن الله كمان راح يرجع، لانه كان خادم المنطقه هون كلياتها وخرج على الخدمه بعد استهدافه بعده غارات. صبحي طلال الخاني اب لخمسه اطفال نجا باعجوبه من المجزره، ليروي لنا ما حصل بعدما ترك منزله في الحي الشمالي بسبب تلوث المنزل بالمواد السامه. هيو نايمين، قعدنا الساعة 7 لثلاث الصبحيات، سمعنا صوت طيارة بتحوم حربي، ما أخذنا وعطينا، نايمين ما شفنا إلا طلع صوت تفجير، ضرب فجر، قاعدين نحن نايمين بأرض البيت، ما شفنا إلا البلوط طار علينا والشباك طار علينا، وفاتت علينا من الشباك شيء مثل الموج، شفت موج البحر لما بفوت من الشباك، فاتت علينا مثل الموج، ما بقى نشوف، دخان أصفر، أبيض، أخضر، ما بقى نشوف. دقيت هالاولاد بدي مشان اسعف ونهزم، يعني نهزم انا وياهم، اختنقنا في قلب البيت، اسعفت منهم والتالي اسعفوا الجيران، يعني انا وقعت في البيت ما بقى اصحى، اسعفونا العالم، لمتنا العالم وجالونا، يعني هذا اللي صار معنا وجابونا لهون. الله اكبر الله. لا كلمات تصف المشهد ولا عبارات تختصره، ايام مضت وما تزال المدينه على حالها. فهنا يصدق من قال: من سمع ليس كمن رأى. أنست الريسي، أورينت نيوز، خان شيخون، ريف إدلب. حلقة اليوم انتهت، ألقاكم غدا في نفس التوقيت، إلى اللقاء.